بفترة الماضية تصدر المشهد طبعاً التصاميم الداخلية والديكورات الحديثة. هلا عم نشوف عن جديد رجعت البساطة وأيضاً الألوان خلينا نقول الألوان الدارجة أصبحت مختلفة عن وأيضاً اختفى شوي الخشب من المشهد. تماماً اليوم لمسة البساطة بالتصاميم الداخلية والإبداع وأيضاً الرقي جعل المعدن يحتل دائماً الصدارة، لكن اليوم إيمت فينا نستخدم المعدن بالتصاميم الداخلية وضمن الديكور الداخلي وأيضا في الأثاث المنزلي، وهل هو فعلا الأكثر تحملا وكيف فينا نستخدمه؟ كثير أسئلة رح يجاوبنا عليها ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو مهندس الديكور نوار الحمو. يسعد صباحك استاذ نوار. صباحكم، شكرا لك. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك. كيفك سلمى؟ تمام الحمد لله. خلينا نبلش مع حضرتك. اليوم عم نشوف عودة المعدن من جديد ليتصدر مشهد الديكورات الداخلية. خلينا نتعرف اكثر شو ليش رجع، يعني نحن بنعرف مرقت فترة ابتعدوا راحوا على الحجر راحوا على الخشب. اول شيء شكرا لكم. السبب انه خطوط المودرن فرضت انه الخطوط البسيطه تكون موجوده. المعدن اسهل شيء شغل فيه بالخطوط الافقيه واللي فيها شويه انحناء، لهيك اجى المعدن بصلابته وبعدين هو صار ترند، يعني بتغطيسه بالذهب باللون الاسود تبعه، اللون الرمادي الابيض، والناس المياله للنمط المودرن صارت بعيده عن الحفر، بعيده عن الكابيتوني، بعيده عن التنجيد، بعيده عن هالقصص، ودرجت وسحبت مع المساحات. تطويعه لحتى لخدمة المساحات الصغيرة صار كتير سهل. تنوعت المواد اللي بيستخدمها بين ألمنيوم بين حديد بين ستانلس بين نحاس حتى، وبتتراوح بين الوزن الثقيل الوزن الخفيف، فكل هالشي خلاه انه هو كتير سهل الاستعمال. أي حدا في يعمله، أي حداد في يعملنا التيبل الطاولات الكراسي البسيطة اللي هي عبارة عن خطوط مستقيمة، ما بدها حفر، ما بدها انحناء، ما بدها شيء، بكفي تعملي قالب معدني شوي يكون خطوطه بسيطة ومتناسقة ونسبه حلوة، ينبخ بشكل كواليتي مرتبة لحتى يعطيكي هالنمط المودرن. يعني الخطوط البسيطة مثل هلا احنا عندنا هون بالاستوديو في ورانا المعدن ومدخله شوية خشب طالع حلو لأنه بخه نظيف. المودرن صار ما بقى ما يطلب من البيوت يكون فيها حفر، يكون فيها كتير شغل صعب، فلهيك اجى المعدن. تمام صدر اشياء بسيطة. طب اليوم المعادن الاكثر استخداما او اللي هي فينا نقول ترند اليوم والمطلوبة اكثر بالتصاميم الداخلية؟ نعم، النحاس رح اقول لك كل واحد وشو الميزة والسيئة تبعته. النحاس وزنه ثقيل، كلفته غالي كتير، بس هو من احلى المعادن اللي بتعطي شغل حلو مرتب. الحديد بيتراوح سماكاته بين المقاطع اللي هي بيستخدمها، وكمان فينا نحدد الوزن تبعه، وكمان مطواع لكل الالوان. يعني انا الحديد الحلو فيه اني انا فيني بخه بكل الالوان، وبيتغطس بمغطس حراري بحيث انا طالع منه الذهبي اللميع مثل المرايه بيطلع. وفي عندنا كمان الستانلس، هدول اكثر شيء. وفي الالمنيوم، الالمنيوم اخف شيء، اخف وزن، بس مطواعية الحديد أكثر وأمكن، لهيك العالم استخدمه. طيب وحضرتك عم تحكي عم تشوف بعض الصور من التصاميم الداخلية، يعني تعتمد يعني قطع معينة. إذا انتبهتي كيف الخطوط كلها بسيطة، خطوط بسيطة. خلينا نحكي كمان اليوم على يعني مثل ما بيقولوا هو معدن صلب ومطواع، ولكن بنفس الوقت في ناس بتخاف من التقل، فهل هو يعني عم بيكون عم بيتقل الديكور او لا؟ بالعكس انا تقله كوزن، كوزن تماما. يعني الخشب البعض منه كان يعتبره انه هو ماده خفيفه بسيطه، ومثل ما بيقولوا تنجيده وتغييره اسهل من المعدن. هل هذا الشيء بينطبق هلا او لا؟ نحن عم نستخدمه بطريقه معينه حتى ممكن ينعاد اعاده استخدامه، او فينا نغير من شكله او شيء؟ لا، يعني لا استغناء عن الخشب. لا استغناء عن الخشب بالنهايه، وتمازج المعدن والخشب مع بعضه عم يعطوا شكل حلو. يعني بنلاقي تيبل الاجرين تبعوته معدن، السطح تبعه ممكن يكون رخام، ممكن يكون خشب، ممكن يكون حتى بلور بشكل حلو. الوزن الثقيل هو لانه ارخص ماده لاستخدام المعدن هي الحديد. الحديد وزنه ثقيل، والنحاس غالي كثير كمان وزنه ثقيل وغير متوفر. يعني فلهيك نحن بنخاف من الوزن، لانه اللي اكثر شيء عم نستخدمه هو الحديد، والحديد وزنه ثقيل. بس عم يعملوا له مقاطع كثير تكون
رقيقة ما نسميك كتير بحيث يتغلبوا على هالموضوع هذا. أما إذا بدي أعمل نفس المقطع الحديد انحاس أو بدي يصير وزنه كتير تقيل، ما فيها ست البيت تشيل الطاولة أو تشيل أي شغلة لحتى تستخدمها. بس أنا برجع بكرر، لا غنى عن الخشب، تمازجه مع المعدن عم يعطي كتير شغل يعطي حلو جمالية. بس إذا كان مشغول بحرفية وبإشراف مهندسين تمام. طب اليوم الأخطاء اللي ممكن يقع فيها مهندسي ديكور في التصاميم الداخلية وخصوصا باستخدام المعادن بهي التصاميم، أو ممكن هي الأخطاء ممكن يلاحظها الضيوف أو لا. أحد مهندسي التلحيم. ديكور تلحيم القطع مع يعني تلحيم المقاطع للمعدن مع بعضها هي أكثر مشكلة ممكن تفضح الشغل المانو مرتب. لهيك بس يمر بمرحلة الحف، يعني أنا بدي ألحم قطعتين مع بعضهم، هالمنطقة الزاوية هي وقت اللي بيكون الحرفي بعد ما يمعجنها يحفها ويتركها يرجع يمعجن يرجع لحتى تكون مبين شقفة وحدة. هي من الأخطاء جماليا بشعة. في أخطاء كمان إنه أنا ما أعزله العزل بالبلوريتان أو بأي مادة عزل، هالشيء ممكن يخلي الرطوبة تفوت لجواته، جماليته بعد فترة بتصير، يعني فرضا أنا إذا حديد مغطسه حراري وماني عازله أو ماني عازله بشكل صح، تارك محلات ثقوب يفوت منها رطوبة، هالشيء ممكن يخلي يصير لونه أخضر، يصير خلينا نسميها مثل يجنزر او هيك شيء اللون تبعه يصير. هذا الخطا ممكن يخلينا نضطر نرجع نكحته، نرجع نبعته ليتغطس، يرجع ينبخ، فهذه المشكله. اذا نحن مضطرين نستخدم العازل قبل ما نبخ البخ النهائي، لانه العازل هو الاساس. هي تقنيا، جماليا الحف والتمعجن مكان الالتقاء هو اللي بيخلي المقاطع تبين حلو وبتظهر. يعني حضرتك يعني جاوبت كمان على تفصيله كنت رح اسال عنها اللي هي عوامل الرطوبه وتاثير مع طبعاً. الزمن. طيب خلينا نروح لشيء ثاني. اليوم اكثر الاستخدامات حاليا اللي عم بنشوفها للمعادن ضمن الديكور، يعني هل هي عم تكون بالاكسسوارات مثلا؟ انا رح اقول لك ايمت بشيء معين، ايمت اكثر شيء برزت المعادن كماده ديكور للخارجي. يعني بالشاليهات مثلا او بالمصايف، لانه الخشب مهما صار ومهما عزلته الا ما يتاثر بعوامل الرطوبه. اما المعدن اكيد عزله اسهل، تاثره بعوامل الرطوبه والشتي والرياح والقصص هدول اخف بكثير، ومهما تاثر ما بيفقد جماليته. اما الخشب ممكن ينفش، ممكن يقشر، ممكن يصير عليه اي شيء. اذا نحن بلش استخدامه للمعدن كماده خارجيه، حتى اذا بتنتبهي في حتى درجه مقابض البواب صاروا عم يتفننوا فيها كثير، وانا واحد منهم بعمل مقابض البواب بشكل كثير حلو. ممكن ما يكون المقبض مجرد هذا الدائره او العادي، لا لا، صارت الامور ابعد من هيك بكثير. ليش بنستخدم المقبض معدني؟ لانه في الباب عم يخبط كثير كثير كثير، فاذا خشب بينكسر ام اجى المعدن. على فكره انا حاب الفت نظركم لشغله، في مقاطع بالمعدن سماكتها قليله بسموها مثل الصاج، هي متوعه لعمل السي ان سي اللي هي ماكينه الحفر، بحيث انا حتى فيني اعمل اي شيء بالحديد بمقاطع خفيفه، ريشه السي ان سي ممكن تحفر لي اللي بدي اياه في اي شكل، بكون راسمه على برنامج الاوتوكاد بحوله على المكنه، المكنه بتحفر لي الصاج، كلفته قليله، بينبخ بشكل حلو، بينعمل برا بالبرغولا الخارجيه بالشاليهات، شمسيه حلوه بتعطي ظلال كثير حلوه، احسن ما انا اعملها خشب وبعد فتره ارجع اضطر اني ارجع بخ، ارجع اقشر، ارجع تخرب، ينتزع شكلها. الحديد مطوع اكثر للشغل الخارجي. الداخلي طاولات، كراسي مودرن عم يعملوا مثل هون هالشكل اللي عندنا اياه هون، الرفوف، تطعيم الديكورات خشب ومعدن مع بعضهم عم يطلع حلو، ازاز، التريات كثير انتشر فيها شغل الالمنيوم والمعدن، ومقابض البواب والمطابخ كثير عم ينعمل فيها. طب ذكرت حضرتك انه الخشب اكثر تاثرا مثل ما بنعرف، يعني احنا بعوامل الرطوبه بالمي باي شيء، هل هذا الشيء ممكن ينطبق على المعدن؟ ذكرت انه هو اكثر تحملا وعم تستخدمه بالتصاميم الخارجيه، لكن هل في انواع معادن اليوم تتاثر حتى ممكن بادوات معينه من التنظيف او المي ممكن تستخدمها اليوم السيده بالمنزل، او طريقه التنظيف الخاطئه، او يمكن المواد اللي بتستخدمها لتنظيف هي المعادن؟ مشين بعد عن الحموض فيه. أما التنظيف فهو بيصير بشقفة مادة قطنية، يعني خلينا نسميها منشفة أو قطعة قطنية مع شوية مي فاترة وشوية مسحوق غسيل العادي أو مادة جلي وبس هيك. ما بده أكثر من هيك.
وبيعطي اللمعه نفسها اللي بعد ما خلصنا بيضل محافظ على بس اهم شغله يعني تطبيع الايدين هو اللي ببين كثير، لهيك التمسيح ضروري دائما تماما. بس كونه هو مادي يعني كونه الخطوط تبعيته كثير مستقيمه وكثير فما بيعذب بالتنظيف ابدا، غير الحفر بس يتعشق فيه الغبره او تحشي فيه الغبره بصير تنظيفه صعب وفورا بتبين الغبره فيه. صحيح. المعدن اريح بكثير، بس ما فينا ننكر جماليه حفرات الخشب وتطويعه للشغل اكيد يعني قد ما يكون. طيب خلينا نحكي عن فكره كمان مهمه، اليوم كثير من الناس صارت تروح للاساس متعدد الاستعمال، وهلا صرنا عم نشوف كمان المعدن عم يدخل بهذا الشيء مع الخشب، فيعني برا كثير عم يستخدموه ان كان بالمكاتب ان كان بالطاولات المنزليه اللي بتنضب، ولكن البعض بيقول انه المعدن ممكن يكون كثير مفيد بهذا الشيء، شو وجهه نظرك بالموضوع؟ مفيد بتعدد الاستخدام اذا عمل بشكل يكون يعني ممكن نحن الطاولة نقلبها تصير كرسي أو الكرسي تصير يعني استخدام كمفاصل قصدك. استخدام الايه اما استخدام يعني اعاده انت بدنا نشوفه رائج عنا، يعني نحن اليوم عم بنعاني من مشاكل اقتصاديه، فاليوم مثلا اللي عنده بده ياسس بيت جديد افضل له انه ياخذ مثلا قطعه هي تستخدم استخدامين، صحيح او لا؟ صح الحكي. يعني اليوم عم نحكي عن مساحات ضيقه اوقات كمان هذا النوع من الاساس بيوفر مساحه للاشخاص اذا يعني بيته صغير، يعني فامتى رح نشوفه دارج اكثر اليوم هذا النوع؟ الطواعي اللي حضرتك عم تحكي عنا اللي هي مثلا قلب الطاولة لحتى تصير كرسي أو كذا، بعتقد كنباية تصير تخت، هلا عم نشوف شغلات يعني مواقع الأجنبية وبالذات اللي بشرق آسيا يعني اليابان والصين عم يعملوا أفكار جدا جميلة، بس نحن ما عم نشوفها عنا مع إنه نحن أكثر حاجة إلى اليوم. صح، طالما نحن وصلنا لحتى انتشار الفرنيتشرز المعدن عنا ببلدنا فهالخطوة صارت قريبة كتير يعني بالأشهر أو ما أكثر من هيك، بس الشغلة اللي خليته رائج الحرفيين اللي عنا قبضايات عم بيعملوا شيء مرتب، الحدادين خلينا نوجه لهم أكثر يعني تأشير لإلهم، البخ طالما نحن الألوان ما دخلت بالمغطس الذهبي البخ سهل وكلفته قليلة، متى ما اتجهنا أنا بدي بخ هالطاولة تصير ذهبية لميعة مثل المراية اتجهنا لكلف عالي. طالما نحن ما عم نشتغل بساتنا عم نشتغل بالرمادي عم نشتغل بالاسود بالابيض بالمد بشكل الالوان العاديه اللي ما بدها صقل لحتى تصير مثل الذهبي المراي الالوان هي بتخلينا نعطي تكاليف ما عاليه كثير، فلهيك بصير رائج اكثر، اما الاتجاه لحتى فنحن بيكون في مثل خط انتاج مشان تقلب الكرسي تصير طاوله او كذا، وما بعتقد نحن بعاد ابدا عنه ان شاء الله. طب اليوم بالنسبه لطاوله السفره دائما المعروف او الشكل العام لها هي بتكون كلها خشب الكراسي والطاوله، اليوم خلط الحديد او المعدن مع الخشب قديش ممكن يكون حلو او بالنسبه لك انت كيف بتشوفه؟ انا بستخدمه انا بالنسبه لي المعدن انا كنت من الناس اللي كثير قبل استخدمته يعني وكثير اشتغلت فيه بحب مزج العناصر مو بس خشب ومعدن، خشب ومعدن وازاز مع بعضهم حتى التنجيد بحب هالدمج بيعطي جماليه وخليني اقول لك شغله هي مثل يعني تريك خدعه وقت اللي انتشر النمط المودرن سهل للمهندسين انه نحن نستعين بالمعدن لحتى ندخله ضمن الفرنيتشرز تبعنا وما حدا يقلنا انه شغله مانا كثير حلوه لانه صار ترند يعني المعدن صار ترند فتدخيله مع الخشب عم بيكون مبرر وعم بيعطي انه شغله حلوه بس بتجي بقى الخطوط نسب الارتفاعات نسب الابعاد مع بعضها قديش كمية المعدن نسبة مع الخشب هذه اللي بتميز كل إنسان عن الثاني قديش قطعته اللي عم يعطيها أحلى أكيد. كمان أستاذ نوار يعني أنت معروف عنك كسر النمطية يعني اليوم بالديكورات اللي بتعملها دائما بتروح لأي شيء الناس متعودين عليه لا بتعطيهم وجهة نظر جديدة، تعودنا غرف النوم خشب صح والموديلات الثقيلة ولازم تكون فخمة وزان وحفر وما إلى ذلك، مع أنه حاليا الاتجاه كله للشيء البسيط الخزن اللي بقلب الحيط مثل ما بيقولوا هاي التفاصيل، المعدن اليوم بلش يقتحم غرف النوم ولا لسه بعيد؟ مثلا التابوريه اللي تحت التخت عم تكون معدن، الخزاني عم بيكون الجزء منه معدن ومبرر هالشيء عم يعطي شكل حلو، انا في مره زبونه اجت لعندي مؤخرا قالت لي استاذ نوار انا بدي غرف النوم تبعيتي تكون مثل غرف الاوتيل، يعني بدي اياها كثير بسيطه. الناس صارت حتى ضمن بيوتها عم تطلب تكون الغرف من ابسط ما يكون لسهوله التنظيف، سهوله التعامل معها وطلبت مني شغله ان تكون كلها عاليه عن الارض.
والمعدن بيحقق لي هالشيء، تثبيته بالحيطان متين، يعني انا اتخذ فيني استناده يكون بسيط كثير طالما الجوانب تبعيته انا مثبتة على الحيطان. هذا ليش؟ لانه البرغي علاقته مع المعدن اقوى من علاقته مع الخشب، لانه الخشب ممكن يحن اما المعدن لا. فانا قاسي المعدن ما بيحن قلبه ابدا ابدا، يعني جواته القصه خلقت الله يعني. ف لا بقوه، بس مع تتبيع الالوان مع بقية العناصر الموجودة بالغرفة، الخشب أو التنجيد أو هالشيء. يعني نحن بدنا ندخل المعدن بالغرف بلا ما يبين فج، بلا ما يبين رخيص، بلا ما يبين أنه هو برا الجو كله. لهيك اللمسات بدها تكون مدروسة شوي. طب بالنسبة للألوان، ذكرت حضرتك الألوان، اليوم كيف بتختار الألوان؟ هل اليوم في أشخاص هم بيحبوا هذا اللون المعين؟ ممكن وجهة نظرك أنت تشوف ديكور المنزل أو ألوان الحيطان ما بتتناسب مع هذا الشيء اللي هنا الدنيا، كيف بيكون رأيك بهذا الشيء وكيف بتعدل الألوان لتتناسب مع رأي الشخص وأيضا مع ديكور المنزل؟ رأي الشخص أحيانا كتير بيكون مهم، وأحيانا بيكون هو ناطرك لحتى تكسري له رأيه. يعني أحيانا بيجي لعندك شخص بدي طاولة كذا وكذا وكذا، بتاخدي رأيه بتقول له أنا بحترمه، ممكن تقدمي له شيء عكس كل شيء هو عم بيفكر فيه، يقول لا هيك أحلى. الألوان طالما نحن المعدن عندنا صار ممكن ينبخ بكل الألوان، أنا الخيارات قدامي مفتوحة، يعني بتبعه للتنجيد، بتبعه لورق الجدران، بتبعه للإزاز الموجود، للبواب، لأي شيء. فطالما أنا حرية البخ عندي للمعدن صارت موجودة بكثرة، أنا الأمور عندي كثير سهلة وممكن أخلق أي فرق. الأبيض ممكن أنا إذا الغرفة ضيقة أو بدي خلي المجال يكون واسع عندي، السبيس يبين أوسع، أنا المعدن عندي مطوع لحتى بخه أبيض طالما المعجن صح ومعزول صح. وممكن أعطيه لمعة كمان. طالما أنا الخيارات البخ عندي للمعدن مفتوحة، أنا أي فراغ ممكن أتعامل معه بأي أريحية. بس أنا من الناس اللي بحب تعامل المعدن الرمادي مع الخشب اللون الجوزي، بحب تطعيمات الذهبي بس. أكيد. واليوم ما عم نشوف هاي اللمسة المميزة عند حضرتك، يعني بنعرف لما بيكون مهندس الديكور مهندس معماري بيختلف الموضوع وبيحب يدخل بهاي، يمكن المعدن بيساعدكم أكثر بالخطوط مثل ما حضرتك قلت بالبداية بالبساطة. شكرا كثير لك أستاذ نوار وجودك معنا. أنا بتشرفت. أكيد. شكرا لحضورك معنا. أكيد بنتمنى لك التوفيق دائما. وأنا شكرا لكم.